صباح الخير يا أنور، الفطار هيكون جاهز بعد ربع ساعة. صباح النور يا جيجي، ما تنسيش النهاردة عندنا عزومة على الغداء وأنا عايزك تكوني أحلى ست موجودة. بس أنا تعبانة أوي النهاردة يا أنور. لا ده أنا عازم صفوت على الغداء ولازم تكوني موجودة. صفوت ده راجل قليل الأدب. قليل الأدب نرضيه؟ وبعدين عشان نمضي العقد والصفقة تتم يبقى لازم نضحي. أنا تعبت، قرفت من الحياة دي يا أنور. لا بقى كده أزعل منك أوي، أنتي عارفاني أما أكون عايز حاجة تتم تبقى لازم تتم. ده راجل، ده راجل بيعاكسني وتقعد جنبه. ده بيجاملك يا حبيبتي. وبعدين أنا مش عايز كلام في الموضوع ده تاني، مفهوم؟ مفهوم يا أنور. انت سايب بتشرب بطريقه وحشه هتخلي شكلنا وحش. لما تتجوز هتعرف انت الشوربه دي. يا ابني ما انا هتجوز. يا سلام عليك يا ابو حميد، يا سلام، مطعم يجنن. انتوا ناسيين المكان ده بالنسبه له ايه يعني؟ اه يا عم يخرب بيتك فضحتنا. جميل الورد، الورد يا سلام يا سلام. حقيقة مصر دي ام الدنيا. وبعد مصر يبقى في دنيا يا باشا. لا بس ايه رايكم في الغدا؟ هايله هايله، خصوصا بقى ايه شوربه الكوارع والفته مخلل وتوم. تهبل تهبل. المهم احنا دلوقتي انا موريش عن نفسي اي حاجه، ناويين تعملوا ايه بقى ان شاء الله؟ انا شخصيا يا حبيبي بصفتي راجل متزوج وبعد الغدوه دي بالذات لازم اروح. روح ايه؟ خليك معانا وهاكلك شويه فيتامينات. انما هم فيتامينات ايه يا حموده؟ هاكلك ذره وترمس. ترمس وذره؟ ترمس وذره؟ انت متربي في وسط فراخ؟ ايه اللي ترمس وذره ده يا حموده؟ يا جماعه مفيش نقص خالص. خلاص يا جماعه الجديد بيطرد القديم. يعني لازم اقول لكم بقى عاوز اكل. يا ابني احنا ماشيين مع تانك. تانك فعلا قديم قوي. جديد ايه بس؟ بقول لكم ايه؟ انا هروح. ها؟ حد هروح معايا؟ لا مع السلامه انت. انا شخصيا مروح. انا كمان. سلام عليكم بقى. طب اروح معاك انا. تروح معايا ازاي؟ بقول لك واكل فته وتو. يا اخي انا مروح بيتنا، هتيجي معايا تعمل ايه؟ خد معاك معاك الله. سلام يا تانك. الله لا 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 اثبت فيها الوجود، اعملي معروف. مش لما تتغدى الاول؟ اتغدى؟ انا لما بشوفك انا واحس كاني كنت جعان وشبعت تعبت. نحن وانا عرفه. مين ابني؟ يا سلام يا احمد، الغرابه حارس ظابط. انت بتطب عليا في اوقات مش مناسبه. اتفضل كل. يلا قبل الاكل ما يبرد. الاكل اللي هيبرد برضه؟ الله ما تخاف شويه عليا، ده انا ابوك شقيقك، ده انا عريس يا كابتن. كل معلم انا بتكسر. لا ولا كسوف ولا حاجة لو أحس. أنت عارف إن أنا وبابا أصحاب يعني. بقول لك إيه؟ إيه؟ النهاردة أنا سهران بره. كده؟ طب ما تبات بالمرة بقى في الإستاد. بكرة في ماتش عشان تحجز لك مكان من بالليل. ما تيجي يا بنت. خد يا ابني الكتكوت ده. كتكوت كتير. ما تاخدي كتكوتك.
بس حلوه. حلوه. بس عليك يا زين، مش حبيت المقالب بتاعتك جينا؟ قال يعني ما وحشهاش المقالب بتاعتي دي. ثلاث اشهر يا سحر، ثلاث اشهر وانت بعيده عني. وحشتيني، وحشتيني قوي 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 قوي. بحبك يا سيد، بحبك. وانا كمان بموت فيك. اسمعي، الاجازه دي بقى طويله حبتين، مش هسيبك ولا ثانيه، هتفضلي جنبي على طول. الفرح الخميس الجاي، قلت ايه يا عمي؟ يا ريت يا محمد. بس انا هتصرف يا صفاء يا بنتي، ربنا يسعدكم. في ايه؟ في حاجه حصلت انا ما اعرفهاش؟ في ايه يا صفاء؟ لا مفيش حاجه، ده انا بكتب. خد امر ازاله. ايه نصيب يا ابني. اخص عليك يا بابا، انا ما اقدرش اسيبك لوحدك في الظروف دي. محلول يا صفاء، انا هوصل اجيب شنطه الهدوم من البيت، تقعدوا معايا هنا لحد ما نشوف حل لمشكله البيت ده. امر يا ابني ما اكون حمل عليكم. معقوله يا عمي؟ ده انت بركتنا. مش كده يا صفاء؟ وحتى كمان عشان ما تجيلي ماموريه ما سيبش صفاء لوحدها. ده احنا كمان هنستغلك يا بابا. طب يا صفاء انا هسيبكم دلوقتي عشان عندي مشوار شغل مهم. على اذنكم. مع السلامه يا ابني، ربنا يوفقك. احمد. ايوه. ازيك يا حبيبي، وحشتيني قوي. وحشتيني قوي يا جيجي. بكره هشوفك الساعه 12. ها؟ لا، في المكان اتفقنا عليه بتاع كل مره. هتوحشني قوي يا حبيبي. انا كمان نفسي اشوفك باسرع ما يمكن. معلش مش هقدر اتكلم معاك كتير. ها انت عارف الظروف. باي باي. محمد. 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 قوم يا حبيبي يلا. محمد. صباح الخير. صباح الفل. صباح كل حاجه حلوه. يا حرام عليك يا صفاء، 7:30 معقول؟ ايه يعني؟ طب قول صباح الخير الاول. وتسيبيني انام شويه؟ لا مفيش نوم. انا ما صدقت انك في اجازه علشان تقعد معايا ونفطر سوا وننزل نلف على محلات الموبايل. هو لسه في محلات فتحت يا صفاء؟ يا حبيبي ما هو على ما نفطر ونشرب الشاي وكل المحلات فتحت. طيب روحي حضري الفطار يا حبيبتي. من عينيا. طيب. حبيبتي قوي صفاء دي. انت يا جدع انت اللي نايم جوه. يبقى كنت سهران. انا بقى هصحيك. قوم بقى، قوم بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ قوم يا وحش، تقول لي هصحى ما تصحاش خالص بقى. قوم. ده صحيانه تصحيها لي. ايوه. طب بقول لك ايه؟ لسه بدري على كده، بعد ما نتجوز يا وحش. يا عمي ادي. طيب انا صابر اهو. ايه رايك؟ اه. اعزمك النهارده على الغدا. انا موت في افكارك دي. عاوز حاجه؟ انا نازله. نازله رايحه فين بس؟ نازله رايحه فين؟ بقول لك ايه؟ ما تاخدي اجازه النهارده من المستشفى وخليكي جنبي. والعيانين. خلاص يا ستي، اعتبريني عيان وخليكي جنبي بقى. بطل دلع يا سيد. باي باي. بطل دلع يا سيد. باي باي. يا رب. في حاجه حصلت؟ كل تمام يا باشا، بس ما تكلمناش في التليفون. ايه تعليمات سيادتك؟ امشوا انتوا وانا هحصلك. يلا. صباح الخير يا انور. اهلا جي. صح النوم. انا ماشي، عايزه حاجه؟ انت هتتاخر بره؟ يمكن. طيب انا هروح لماما بقى زي ما قلت لك. ما فيش مانع، بس ما تتاخريش. حاضر. باي باي باي. فاكره كنا سعداء ازاي؟ كان حلم. كان نفسي يبقى حقيقه ويكمل. الظروف اقوى من الانسان. كنا بنعيش الوقت بحلاوته وبشقاوته. بس يا خسارة، الحلو ما بيكملش.
انت يا احمد بعدت عني وانا كان لازم اختار. كنا لسه صغيرين وبعد ما خلصت الثانويه العامه كنت محتار حاسس ان انا في دوامه، ولكن حققت اول امل ودخلت فعلا كليه الشرطه وخدتني دوامه الشغل لاني اختاروني في اصعب اداره في الشرطه. وانا اتجوزت انور الجوهري، انقلب وحش، وحش غريب بياكل وهو شبعان اكتر من وهو جعان، وما عندوش منع يتساهل في اي شيء في سبيل انه ياخد كل غرضه، كل اللي هو عايزه، حتى لو كان الشيء ده انا. مش ممكن راجل حر يكون بالاخلاق دي ابدا. بيسميها مجاملة شغل، وقدر يكبر ثروته بكل طريقه مشروعه وغير مشروعه يا احمد. لا افهم دي بالتفصيل، يعني ايه قدر يكبر ثروته بطريقه مشروعه او غير مشروعه؟ اقول لك عندك هنا، بص على الصاله ناحية الواحد. بص بقول لحضرتك حاجة، احنا عايزين نفتح الدور الارض ده كله على بعضه، كل الدور الارض كده من تحت يتفتح على بعض بسيط، هنعمله عيادة خارجية ان شاء الله كل اهل الحي هيساهموا فيه ويعني يبقى خير على الحي كله. اوكي ماشي ماشي ماشي. شكرا، بس هاي الحي. مع السلامة. الله يسلمك، ما تنساش معادنا. اوكي، ايه رأيك بقى يا حبيبتي؟ بحبك يا سيد النبي. يلا بينا بقى نروح. عايز الكلمة دي منك بس، ما تقدرش. وهتشوفي، هتشوفي عامل ايه؟ مش لاقي الشباك؟ رايح، اتفضلي، هذه الشباك وهنتحر يا واحد. وانا أول مرة أعملها، اتفضلي، هنتحر يا بت. يا بت حافظ. بنت أهلك ده أنت إيه ده؟ ده أنت حجر. طب مش هنتحر، إيه رأيك بقى؟ مش هنتحر يا واحد. وهتجوز واحدة أصغر منك. وهتديني مش انا اللي هديها. مفيش حل تاني، انا هنزل ضرب سعاده اجيب دولاب بلاكار وندهن واحد ورق الحيطه نلزق وعليا انا الستاير تبقى احلى ستاير. ميرسي يا حبيبي، ويبقى كده وفرنا كتير قوي. ما هو لازم كل شاب يعمل اللي يقدر عليه، بس لازم بالمحاوله. نحاول. عملتوا ايه في اذن الافراج بتاع الالات والمعدات؟ لسه؟ ليه التاخير ده بس؟ ده معناه خساره كبيره جدا على الشركه يا اخي، لازم يخلص. انا ما احبش النكاهه دي. هنعمل كده من اولها؟ خلاص، مع السلامه. انا عايز شكر يا فندم. ما جاش النهارده يا فندم. افتكرت ده مش جاي تاني. طب اسمع يا ابراهيم يا فندم، عملوا الاعلان بتاع السكرتيره؟ ايوه يا باشا. كويس. عايز اقول لك حاجه، انت الراجل بتاعي هنا في الشركة، عايزك تصحصح قوي كل حاجة بتحصل، اي حاجة تحصل تنقلها لي اول باول. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. اتفضل. كش ملك يا جميل. اخصى عليك يا سيد، كل مرة تغلبني. هاي هاي بكده بقى حلو يا جميل يا قمر.
اكسب الرهان. هش هش، الله يخرب بيتك يا قليل الذوق. وده وقتي. ثانية واحدة. احسن 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 احسن، والله لو ليك يا عيني. الو، ايه يا احمد، الدنيا اتهدت يا اخي. صدقي بالله انا واحس انت اول واحده ست في حياتي احس معاها ان انا ضعيف ورهيف مش شيخه وهايف وفقد الاعصاب. ايوه طبعا الموضوع يستاهل وقت. صدقني يا سيد عشان خاطر الموضوع خاص جدا، وانا هكلم محمد ونتقابل الساعه 8. مع السلامه. وبعدين يا معلم حياتي، صدق بالله بحس قدامك ان انا عيل عندي 12 سنة. 12 سنة ايه؟ جرايه يا عم عرفة، يبقى انا لسه ما اتولدتش. بقول لك ايه؟ ايه؟ ارحم شبابك عشان انت ما انتش قد الندم. ايه الندم؟ انت هتخليني اندم ليه؟ ايه الناقع عليا ده؟ انت بتقع عليا يا احمد ولا ايه؟ قوم خش جوه جايلك. الله، ايه العملية؟ ده انت دسيسة بقى. الله، انت متسلط عليا يا احمد. الله، وانا خرجتك من كليه الشرطه عشان تراقبنا انا دي. الله، معقوله ده حاجه؟ ايه ده؟ جيجي، كنت فين؟ انا ابدا، انا اصلي النهارده كنت عند ماما. في حاجه حصلت؟ كنت بره؟ لا، حاجه زي ايه؟ متاكده؟ طبعا متاكده، مفيش حاجه حصلت. براحتك حبيبي، شوفي انا سبور قد ايه، مع اني متاكد انك انت مش طبيعيه. ابدا، اصل انور يا حبيبي بقى الشوارع والزحمه والعربيات والكباري. من غير اعذار ارجوكي، انا كل اللي يهمني انك تكوني مبسوطه. متشكره قوي يا انور. ايوه، عشان اشغالي واتفاقياتي تمشي، مفهوم؟ قصدي مش كده برضه؟ عندنا ضيوف تاني النهارده ولا ايه يا انور؟ الله، وبعدين انت هتخليني ازعل منك تاني، احنا مش اتفقنا؟ تعالي تعالي عشان ترتاحي شويه. عشان تقدري على سهرة الليلة. حاضر. تعالي يا حبيبتي تعالي. ايوه، كمل كلامك. عنده ملايين يا سيدي، وعنده عقارات، وعنده مكتب استيراد وتصدير. ايه المشكلة في كده؟ ما النوعية دي من الناس كترت جدا في الفترة دي، والمفروض علينا نكشفها. مش بالبساطة دي يا اخوانا، مش بالبساطة دي. الناس دول بالذات بيبقوا عاملين زي العنكبوت. على فكرة أنا جيجي أكدت لي كل سنوني، وعلى فكرة جيجي هتساعدنا مساعدة كبيرة جدا في كشفه. إذا كان علينا إحنا ممكن ناخد إذن ونبتدي نراقبه. وجيجي هتراقبه في البيت. فهمت قصدك يا أبو حميد. كده يبقى ضربنا عصفورين بحر. أول حاجة كشفنا الجوهري، تاني حاجة جيجي رجعت للحبيب الأول. وده وقت هزار يا محمد. اسمعوا يا جماعة، لازم ما نتسرعش، لازم ما نتسرعش. لاحظوا إن إحنا في وضع المسؤولية. ده لأننا في وضع المسؤولية، لازم أي انحراف نشوفه لازم نواجهه. خلي البلد تنضف بقى يا سيد. على فكرة أنا قلت لحمودة يستنانا بالليل على القهوة. أهلا أهلا بالبهوات، أهلا بالبهوات، منورين. قبل اي حاجه بقى تشربوا ايه؟ شاي من نعنع بقى. شاي من نعنع؟ يا ده فيل. يا محمود تعالى يلا فيل يلا. اربعه شاي من نعنعين وصايه للبهوات. ها بسرعه يلا اكتبوا مع النوت. عندك اربعه شاي وصلاعه ونعنعين. شاي فيل ده فيل. يلا لازم نعنع، ويعني مهرها غالية قوي علينا كده. هنعمل لها ايه بقى؟ لا يا عم احنا برضه معلش الجو يعني. معلش يعني احنا منورين والله. بس ايه رايك ده؟ ضياع يا كباتن، الناس اللي فيها مكفيها، عاوزين ينسوا مشاكلهم وخلاص. ينسوا مشاكلهم؟ بلعب الطاولة والكوتشينة هينسوا مشاكلهم؟ وينسوها ليه يا أخي؟ ما يحلوها أحسن. ناس غريبة، الوقت عندهم ملوش ثمن. الناس اللي انتوا شايفينهم دول تعبوا قلبي، انصحهم مفيش فايده، اتمنوا القعده على القهوه طول النهار وسايبين شغلهم ومصالحهم وبيوتهم. خساره خساره طاقه الشباب تروح في لعب الطاوله والكوتشينه والشطرنج، خساره. انا بريزه نتعشى بيه. نعم اخويا بريزه. اشمعنى بريزه؟ ما ينفعش شيلين يعني؟ هيعمل ايه النهارده يا جيش شيلين؟ انت بتذل نفسك ليه يا راجل انت؟
ما تروح تشوف لك شغلانه. تعبان يا بيه وليا ظروف. ظروف ايه يا حبيبي؟ ظروف ايه؟ ظروف ايه؟ ده بقاله هنا 5 سنين بيشحت. روح يا راجل انت، روح شوف لك شغلانه، روح. يلا هنا غريزه نتعشى. دار سيف. نعم غريزه نتعشى. حاضر بس كده، اتفضل فوق. شفت؟ او لقى واحد اهو شجعه واداله فلوس، هيشتغل ليه بقى ويتعب نفسه؟ لازم الناس تحل الوضع الغلط اللي هم بيشوفوه. المهم دلوقتي عايزين نحط النقط على الحروف في موضوع الجهري. بقول لكم ايه؟ ما تشيل لنا الام من هنا، انا سئت. التاكسي بتاعك فين يا حمودة؟ التاكسي نايم في الجراج. شكرا يا فيل. التاكسي نايم في الجراج. لازم اكلته زيادة عن اللزوم. بقول لك ايه؟ قوم صحيح، هنحتاجه من عينيا الاثنين تحت امركم. طب نشرب الشاي وبكره باذن الله هعرفكم الاماكن اللي بيبقى موجود فيها الجهري. ماشي ماشي. ما انا لقيتك نايمه يا حبيبتي. لا 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 جيجي، انا اخلص شغلي عشان ابقى فاضي للحفله بتاعت الليله، دي صفقه كبيره قوي ما انت عارفه. لا لا انا هخلص الشغل ومسافه السكه هكون عندي. مع السلامه، باي باي. اهلا اهلا. اتفضل يا باشا، افتح واتفرج. انا احب اتفرج لوحدي يا صفوت، ما انت عارفني. السويله جاهزه يا باشا. ومن امتى ما كنتش جاهز معاك؟ شكلهم يفرح في الشنطة بس يا صفوة. قولي الوقت الاقتصادي ده وراه منطقة كبيرة؟ أرنب ونص بس. إيه حاجة أكسرها. 12 بالظبط هتكون جاهز للاستقبال. وأنا هكون في انتظارهم على نار يا باشا. مش قوي كده، مع السلامة. العمارة دي مكتب الجمهوري. العمارة دي؟ ماشي. افتكرتها حمودة؟ اه. اوعى تنسى. لا. حاجة من أنا عارفك لما بتجوع بتنسى. لا بإذن الله ربنا يستر. شكل العمارة بس. اتفضل اتفضل. هي دي الفيلا يا جماعة. هي دي؟ حمودة. اي حركات غريبه ولا شخصيات مريبه تشوفها تبلغنا على طول، انت سامع؟ حاضر. دي مهمه كبيره يا ابني، لازم نكون قدها، مفهوم؟ ربنا يقدرني، كله يهون عشان مصر تنطق. يلا بينا. يلا حمود. صباح الخير مالك؟ انا شاكه فيك، انت مستني حد؟ هستنى مين يعني؟ ما انا مستني سيد واحد. خير على الصبح؟ انت لحقت صحيت؟ انا ما نمتش خالص يا صفاء. خير في ايه خطيتي؟ ايه يا ابني في ايه؟ في ايه؟ ايه الخبر المهم بقى اللي انت قلت عليه ده؟ اتفضل اتفضل. ايه؟ ايه يا رب؟ مطلوب سكرتيره لمكتب الجوهري للتصدير والاستيراد تجيد الانجليزيه. طب وده مهم في ايه يعني؟ السكرتيره دي تبقى مين؟ ايوه بس لازم تكون واحده نعرفها كويس قوي. ايه رايك تبقى صفاء؟ صفاء؟ لا بقى فهموني ايه بقى الحكايه؟ والله فكره بس اسمعوا، احنا لازم نكلم حموده دلوقتي حالا. طب يلا يا جماعه فهموني الحكايه. ايه يا عزك الجران ده؟ امسك الجران ده كويس. وانت ايه ده؟ حضرتك جاي عشان الامتحان، وظيفة السكرتيرة كانت بتوعي بيه، مش كده؟ مش عارفة. لا أنا أعرف كل حاجة من غير ما حد يقول لي أي حاجة. الميعاد الساعة 10 مش كده؟ مظبوط يا فندم، بس إحنا آسفين جدا، هم عينوا واحدة تانية، خلاص؟ متشكرين. متشكرين أوي. ورحمة الله وبركاته. حضرتك جاي عشان الامتحان، خلاص خلص خلص. خلص. اللي اتقدر؟ أمال لو حلو يا أختي كنت قلت إيه تاني؟ إيه اتأخرت ليه؟ يلا بينا. على فين يا أحمد بس واخدني؟ مفاجأة بس تعالى. إيه إيه المفاجأة يا أحمد؟ أهلا يا أحمد، أهلا. اتفضلوا. اتفضلوا يا سيدي. اتفضلوا.
اهلا وسهلا. شم ريحتك. اقعد بس يا اخي الاول اقعد. اتفضل يا صاحبي. شكرا قوي. اتفضل. شكرا قوي. جيجي اهلا وسهلا. مدام الجهري اهلا وسهلا. نورتي. اهلا يا روح. اهلا بيكي. اهلا بيك. سحر مراته طبعا اللي عامل لنا الغدا النهارده. ايه بنت ايه الغدا ده؟ انت مسموع على الاكل كده ليه؟ العزومه بجد ولا استنى فكرة. استنى بس لما يجي محمد وصفاء. استنى هو فين صحيح محمد؟ اعتقد راح البيت بيت. طبعا طبعا اصل احمد ما قاليش وبعدين فاجئني. ده انت نورتي يا هاني. شكرا قوي. على اذنكم. هتلاقيه محمد ده يمكن. ما دام في غدا يبقى هو. كيف اسمك؟ تعال صباح الخير. خش يا عمرو. زي الصح. السلام عليكم. اهلا. الله في ضيوف. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. زي الصح. ده بقى تالتنا. اهلا وسهلا. مدام جيجي. الله. مدام الجهري. جيجي؟ ايه الحلويات دي يا عم؟ في ايه؟ صفاء فين؟ صفاء يظهر هي اللي جايه بقى دي. ازيك يا مدام؟ زي الصح. اخبارك كويسه؟ الحمد لله. ايوه صفاء. ايه ده كله؟ مش هتنفع. فوق يا حبيبتي. تعالي يا حبيبتي. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام. تعالي يا ماما. ازيك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ كويس. يا جماعه. اتفضلي. صفاء خطيبة محمد. اهلا اهلا يا صفاء. جيجي مدام الجهري. اهلا وسهلا. شرفتينا مدام جيجي. متشكره قوي. انا سعيده جدا النهارده وسعيده ان انا في وسطيكم. امشي من هنا ورايح اختي ليلى. انا النهارده اتولدت من جديد وحاسه اني اسعد انسانه في الدنيا وكمان اني بقالي اخوات. عملت ايه النهارده يا صفاء في الامتحان؟ الحمد لله. تقدروا تقولوا ان انا ناجحه؟ ايوه. وكمان تقولوا لي بسكرتيره الجهري بيه. برافو. هاي هي دي المفاجاه اللي انا قلت لك عليها. كده احنا قريبين من الجهري في المكتب وفي البيت. حضرتي العمده ابنك حيمي ده حدفني بستافندي. يرضيك يا حبيبي. انت جيت امتى؟ انا معايا ناس دلوقتي. تاخرت كده ليه؟ ابدا انا كنت عند ماما النهارده وبعدين انت عارف يعني ماما مسكت فيا على الغدا وما بقدرش ازعلها. انما تقدري تزعليني انا. على العموم مش وقته دلوقتي. ابدا يا حبيبي معقوله. طب ده انا محضره لك حته مفاجاه النهارده. انما ايه تجنن. ايه النهارده بقى لا في خروج ولا سهر بره البيت خالص. عارف ليه؟ لاني جبت لك حته فيلم فيديو يجنن من باريس. انما ايه خطير وقلت لازم افرجك عليه. ايه رايك بقى؟ طول عمرك تعرفي تاكلي عقلي في ثانيه. ايه لسه زعلان مني؟ انا اقدر يا حياتي. طب اروح امشي الناس اللي في الصالون عشان افضلك يا بحبك. يا رب. الحمد لله. يرضيك يا امدي. لا 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 عشان انتم لا 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 بمسح الازاز. ودينا حلوان وخش فيها 20 جنيه. 20 جنيه؟ 20 جنيه بس في ربع ساعة. طيارة على حلوان. صاروخ على حلوان. اركب. بص يا حبيبي دور جديد وبرضه هتتغلب. أنا اللي مش فايق بس يا سيد. مش فايق؟ طب العب العب. بص يا صاحبي. يا حبيبي روح اتمرن الاول وبعدين تعالى العبنا. ايه رايكم في اقل من ربع ساعه؟ برافو عليك. عاوز 20 جنيه؟ يا ريت. ممكن التليفون؟ شكرا. الو سيد. ايوه حموده. ايه حلوان هو وبعدين لسه موجودين في الفيلا. طب اسمع يا حموده اوعى انك تغفل عنهم. ها
سمير باشا، كل شيء جاهز. الصفقة خرجت من الجمارك ووصلت المخازن تحت أمرك على التوزيع على طول، بس المهم بقى تكون فلوسك جاهزة. لا أنا ما بتعاملش بالشيكات، أنا أحب الكاش قوي. سلام عليكم صفاء، طمنتيني، ايه اخبارك؟ الحمد لله كويس. كمان انتم مكبرين المساله كده ليه؟ ده راجل جنتلمان ومشاريعه كتير ومهم جدا، ده بيعرف مسؤولين كبار. انا مش عارفه انتوا بتشكوا فيه ازاي. هي بقى كده؟ طب روح حضرين الغدا. اقوم والنبي يا حبيبي، اصل حبيبتك ميته من الجوع علشان ارجع المكتب تاني. يعني انا اللي هحضر برضه الغدا؟ انا وانت حبيبي. طب اسبقيني، انا هتكلم في التليفون. خلاص. انا سواق التاكسي اللي جاب البهوات هنا ونسوا الامانه ديت في العربيه بتاعتي. طب هات. لا انا هديها لهم بنفسي. انت بس انت البهوات عشان اخد بينهم الحلاوه. انا عارفهم. انت تعرفهم منين؟ انت مش بتقول انك وصلتهم وبس؟ ما انا عارف شكلهم. مين اللي بعتك هنا؟ احنا هنقل ادابنا بقى ولا هنقل ادابنا يعني؟ بقول لك البهوات ركبوا معايا ونسوا الشنطه دي، قلت اجيبها لهم عشان اجي اخد الحلاوه. في ايه الشنطه دي؟ انت هتغلبني ليه؟ بقول لك انت البهوات ياخدوا الشنطه ويدوني الحلاوه، يا اما اسلمها للبوليس والبوليس يديني الحلاوه. طب تعالى امشي. ايه مش ذوقي ليه؟ يا خناقه ولا خناقه؟ الله الحق عليا يعني. اخلص امشي. ايه يا جابس مالك يا العداه؟ يا جماعه بس بيقول كلام فارغ في كلام فارغ. هقول لسيادتك يا بيه. استنى انت شويه بس، هقول لسيادتك يا بيه. انا سواق التاكسي اللي ركبوا معايا البهوات وجبتهم هنا، فنسوا الامانه ديت معايا، قلت اجيبها لهم واجي اخد الحلاوه. في حاجه ديت يا بيه ولا في حاجه؟ لا مفيش حاجه. مفيش حاجه يا بيه؟ ما غلطتش اهو، ما غلطتش. الشنطه دي بتاعت البهوات يا بيه. هات شنطه ايه؟ انتوا يعني تعوزين الشنطه دي؟ ايوه. طب خد الشنطه. الشنطه ممكن بس سيبوني بقى. Thank you.
حموده اتصلت بالمديريه؟ اه. طب يلا بينا يا ابني احسن الدنيا تلجت. مالك يا حمود؟ في ايه اللي حصل؟ مش هم. مش هم مين؟ هم. هم؟ اه. شوف لي حموده ده عشان انا خلقي مش فيا دلوقتي. تعالى تعالى يا ابني. انت دلوقتي قلت حاجتين. اه. هم ومش هم، مين هم ومين مش هم؟ هم. كويس. مش هم. ما تجننيش على المسا. مين هم ومين مش هم؟ هم. كويس. مش هم. اتفهم معايا، انا هضربه. بالراحه يا حموده. طيب الزهر كان العلقه جامده. مين اللي مش هم؟ هم. ايوه طلعوا. اه. مش هم. اللي هم مين؟ اللي ركبوا معايا. اه. مش هم. تعالى يا حموده. يعني انت قصدك دلوقتي الناس اللي كنا بنتخانق معاهم دي عصابه تانيه خالص؟ اه. مش هم اللي ركبوا معاك؟ اه. الخناقه دي كلها يعني يا حبيبي يا حموده بموت فيه. طب متاكد من ايه؟ هو متاكد من ايه؟ انا عايز اعرف بس انت متاكد ازاي انهم مش هم؟ الراجل اللي ضربني بالشلول ماله؟ مش فيهم. مش فيهم اللي الله يخرب بيتك. كل الخناقه كل هم اللي مش هم. مش هم. تعالي بس تعالي بس. هو انت كل حاجة عندك فلوس؟ كل حاجة عندك فلوس؟ خد يا لوحس. يلا حبيبتي يلا بس على الوضع. لسه اتفضلي. طب 10 يلا بس يا بنت. يلا لوحس لسه خدي. طب 15 قومي يا بنت قومي. لسه بنت اهلك قومي يا لوحس قومي بس معايا. تعالي حبيبتي تعالي ماما تعالي. 20 لسه خدي. أو 25 خدي. تعالي خدي بقى 30 تعالي. سائق تاكسي يكشف عن أكبر عصابة لتهريب المخدرات بطريق الصدفة بحلوان. مش معقول. هيا أنور أحضر لك الفطار؟ لا ماليش نفس، رايح المكتب دلوقتي. يعني استناك على الغدا؟ مش عارف. يعني هتتأخر؟ ابقي كلميني أنا مش فاضي دلوقتي. أنا حبيبي خلي بالك على نفسك. سائق تاكسي يكشف عن أكبر عصابة لتهريب المخدرات بطريق حلوان بالصدفة. كده كله تمام. تحركات الجوهري لازم نراقبها بمنتهى الدقة. كمان اللي داخلين واللي خارجين في البيت لازم نعرفهم كويس جدا. حموطة أعرف. حموطة أعرف رد فعل الخبر ده على الجوهري من صفاء. لا ومن جيجي بقى. تحب نستنى صفاء في البيت زمانها جاي؟ يا جماعة يا جماعة أنا تعبان وخرقت امبارح ومش شلوط اللي عمال أفكر فيه، عاوز أنام والله. مفيش نوم يا حبيبي، مفيش نوم. أنت هتراقب مكتبه وأحمد يراقب الفيلا وأنا ومحمد هنستناكم في بيت صفاء. السلام عليكم. ازيك يا معلم؟ الله يسلمك. ايه؟ ازيك ازيك يا ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ قلقت عليك قوي. قلقت ليه بس؟ احنا لسه جايين من مديريه الامن وكله تمام. سلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخبار الحلوه اللي في الجرايد دي. انت اخبارك ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كل الموظفين ما لهمش سيره غير حكايه العصابه دي. والجهر قافل عليه مكتبه وقاعد بيتكلم في التليفون. جيجي وحشتيني قوي. اتخضيت عليك قوي يا احمد. ازيك؟ ما تعرفيش مين دول يا صفاء؟ الناس اللي بيجوا له كتير قوي. على فكره يا جماعه احنا لازم نقرب من تحركات الجهري. احمد انت تعمل زياره لجيجي بكره الصبح في الفيلا بعد الجهري ما يخرج وتنفذ العمليه. ازاي؟ مش ممكن. لا ما تخافيش كل شيء ممكن. احنا فاهمين شغلنا. نفذ العمليه. اكون هناك الساعه 10 بالظبط. بالظبط. محمد انت تروح مع صفاء مكتب الجهري وتنفذ العمليه قبل الجهري ما يوصل. يبقى 9. طيب بقول لكم ايه؟ انا بقى هبقى فين؟ عند المكتب ولا عند الفيلا؟ ولا اقول لكم؟ هقول لكم حاجه. استنى هنا. بس يا اخي انت هتكون عند المكتب وانا معاك. حاضر يا فندم. اتفضل يا محمد.
ايوه يا فندم. اتنين شاي سعيد. حاضر يا فندم. قربي لي التليفون شويه. ايوه سيد. الصوت واضح كده؟ طيب. قوم يلا يا محمد. تمام. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. محمد خطيب. اهلا وسهلا. اهلا يا باشا. ازي سيد. اهلا اهلا. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا فندم. وناوي امتى ان شاء الله؟ الخميس الجاي ان شاء الله، وريت سعادتك تشرفنا. ربنا يتمم بخير. الله يخليك يا فندم. عن اذنك. اتفضل يا سعادتي. شوف قد ايه راجل جنتلمان. المهم يا حبيبتي دلوقتي انا هنزل، انت مش عايزه حاجه؟ لا خد بالك من نفسك. انت اللي خدي بالك من نفسك. باي باي. الجوهري ده دبلوماسي بشكل. مش هو كده يا ابو حميد، دي سياسه. هي لازم يبقى في عيون الناس كلها جنتلمان. المهم كله تمام يا ابو سيد؟ تمام. الو يا ابني، كميه قليله. انا انور الجوهري، يعني مش تلميذ. الكميه لازم تكون كبيره. كميه ايه القليله لو لازم تزيد؟ يمكن اي سلع بيشتريها ولا حاجه. مش لازم ممنوعات يا سيد. سوء الظن برضه من حسن الفطر. اتفضلوا. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. مين حضرتك؟ انا بتاع التليفونات يا ابني. بتاع التليفونات يا هاني. طيب يا علي خليه يشوف التليفون بتاع الصالون بيخروش ليه؟ اهلا يا باشمهندس، روح انت يا علي. اتفضل. ده تليفون الصالون عطلان بقاله يجي ايه؟ شوك الاول بعدين نتكلم. احمد تعرف ان جي اول مره في حياتي بحس فيها ان انا ست. احبك قوي جيجي. وانا كمان يا احمد. خبر ابيض. ايه زمان سيد ومحمد مستنيين دلوقتي برا الفيلا. بصي انا هجرب التليفون وبعدين تتكلمي الجوهري. حاضر. ايه سيد سامعني؟ الو. اهلا يا حبيبي، انا قلت اطمن عليك. ميرسي يا حياتي، انا كويس. اصلي نازله البلد شويه اشتري شويه حاجات، ويمكن اعدي عليك في المكتب. طيب يا حبيبي، لو جيتي وكنت انا نزلت استنيني لما ارجع. باي باي. باي باي. يلا عشان السفرج ما يحسش بحاجه. يلا. هتوحشني قوي يا احمد. وانت كمان يا حبيبي. هتكلميني؟ هكلمك. يلا. في اي خدمه تانية يا ستان؟ مساء الخير يا صفاء. اهلا. مساء النور. سعاده البيه نزل وزمانه جاي. اتفضل. متشكره قوي. هي صفاء مبسوطه؟ انا الحمد لله. اخبارك ايه بقى؟ على فكره فرح الاسبوع اللي جاي ولازم تشرفينا انت بسعاده البيه. معقولنا؟ الف مبروك يا صفاء. الله يبارك فيك. اتاخرت عليكي؟ لا ابدا يا حبيبي، دي صفاء قامت بالواجب والزياده، دي بنت ظريفه خالص. شكرا يا صفاء. ميرسي يا فندم. على فكره يا انور، صفاء فرحها الخميس الجاي وعازمينا، ويا ريت يكون عندك وقت فاضي عشان نروح مع بعض. والله انا لسه مش عارف ظروفي، بس انت بقى تقدري تروحي وتاخدي لها هديه ظريفه. دلوقتي بقى نروح احسن، انا تعبان قوي النهارده. طب يا انور. صفاء الف مبروك. الله يبارك فيك. بإذن الله هحضر الفرح إن شاء الله. بكرة تفوتي على الخزنة تصرفي شهر مكافأة هدية جوازك من الشركة. وألف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا فندم، متشكرة قوي. يلا يلا. باي باي يا صفاء. باي باي. إيه
ايه ده بنت خبريه مالك حلو جميل نواحس نواحس ايه يا مجنون الله الله طب وحياة النبي ارقصي الرقصه بتاعت امبارح وفيها خمسايه الحلاوه دي يا معلم الله انت شفتنا شافنا اصل نواحظ قامت تتهز شويه اصل تعبت من القعده يا معلم ده كلام انا بتكسر طب ما يا ريت بقى شويه دول تعملهم لنا يوم الخميس الجاي ليه عندك عسكري هيتجوز لا بتكلم جد محمد وصفاء فرحهم يوم الخميس الجاي وعايزين نعمل لهم قعده حلوه كده احنا حوالين بالك انت بالواجب يابا وانت ابن اصول برضه يا سي احمد عناية احنا ولاد بلد وجدعان وما تفوتناش العيبه دي تحت امرك حبيبي ربنا يخليك لينا بابا ويخليك ليا يا حضره الظابط امال على فكره بقول ايه ما تقومي تتهزى لواحد شويه عشان المتعاهد يشوفك اغسل انا اعرف
مبروك يا سيدي لمحمد. معلش والله انا ما كنتش فاضي، بس احب يكون الورد وصل لكم يعني. لا لا ده واجب، ده واجب يا راجل. ايه خير بقى كده يعني؟ طيب عموما انا هكون معاكم في الوقت المناسب. ربنا معاكم، مع السلامه، مع الف سلامه. روح قلبي. انا بقى كابس عليا النوم. ايه يا بنتي؟ سرحه في ايه؟ ابدا، بفكر في محمد وسيد واحمد. ناس على قد حالهم خالص يا حبيبي. فقراء يعني؟ طب البلد كلها ناس غلابه، ولا يهمك. يا ريت يا انور يا حبيبي نقدر نساعدهم، بس بطريقة غير مباشرة. على العموم انا ما عنديش مانع، بعدين هفكر في موضوعنا. انا كابس علي نوم دلوقتي. يلا حبيبتي انا عطيك لغاية دلوقتي 30 جنيه. تقولي بيت ده ايه ده؟ ده ضرب يا ساتر. احمد ابني ضربتها قلم وعطتني 30 جنيه عشان تعرف قيمة المرحومة. المرحومة ما ماتت يا ابني. ما تروح لها عارفة خلصنا. الله، طبعا اذنك بقى ادخل اديها التاني واخد الخمسة. يوه هي دي الفيلا؟ هي دي. ده انا متأكد كمان، ورحمة جد حسن هي ومعلمها بالستارة دي. انت يا ابني، انت يا حمودة، انت فعلا متأكد ولا هتدبسنا زي المرة اللي فاتت؟ ما استرت المية تلاه. صح اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. يلا يلا. يا نهار اسود ده خراب بيوت ده. اسمع، لو حد جاب سيرتي يموت في قلب السجن، انت فاهم؟ ايه انور، ايه في ايه؟ مالك؟ اسكتي، اتخرب بيتي. انا مش حمل ده ابدا. 50 مليون جنيه في يومين؟ ايه؟ مش ممكن يا عالم، مش ممكن. انا هتجنن. يا انور اهدى اهدى. خبطتين ورا بعض قسموا وسطه. احنا وراكوا الزمن طويل يا جوهري. طيب يا جوهري، طيب يا جوهري. طيب غنيها يا ابو حميد، غنيها. طيب يا جوهري الطيب. الله. اقول لك ايه، انت بتتزز ليه؟ خد ازز يا اخي، خد ازز. ايه الحكايه؟ انت هنا ليه؟ انت مش بجده؟ صباح الخير يا فندم. اهو صباحه خلاص، هيجي منين الخير؟ اسمعني، مش عايز حد يحضرني. فانا ايه يا صفاء، مالك؟ في ايه؟ مفيش.
عليك بس. ايه وبعدين انا اول مره اشوف الجوهر بيكلمني بالشكل ده. ولا يهمك، ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. المهم هو حالته عامله ايه دلوقتي؟ زي الطول، انا اول مره اشوفه هيك بالشكل ده. حد عندك يا صفاء؟ ده محمد جوزي يا سعدي. محمد بيشتغل ضابط في القوات الخاصه. ليه لا؟ بس المرة دي مش عايزة تهاون يا جوهري. ده كارت أخير جالك من السماء، لازم تستغله كويس، بس تكون حذر. أنا عمري ما عرفت الخوف أبداً. الو ايه يا صفاء؟ ها في حد سال عليا؟ كويس. شوفي بقى، اي حد يسال عليا انا مشغول. فيما عدا التليفونات بتاعت الخارج اللي قلت لك عليها. ايوه كويس قوي. قولي لي جوزك عندك؟ كويس قوي، فرصه تسالوا مع بعض. باي باي يا صفاء. سلام. اهلا يا جيجي، كويس اللي جيتي. اهي فرصة عشان نتكلم مع بعض شوية. قررت تسافر مش كده؟ فكرت مش قررت. ما تفرقش يا قمر. لا تفرق كتير قوي، لان انا لو قررت كنت سافرت وخلاص. برضو ما تفرقش يا قمر، لانك قررت. يا ستي بقولك ما قررتش عشان ما تفهمنيش غلط، انا عايز اقعد معاكي واتكلم بصراحة. يا ريت يا قمر، يا ريت. انا نفسي من زمان تقعد معايا وتقول. ما انت عارفة الأزمة اللي بمر بيها من يومين، ده أنا خسرت 50 مليون جنيه في لحظة. الفلوس بتروح وتيجي، لكن الإنسان إذا راح ما بيرجعش، والتجارة مكسب وخسارة، مش ده كلامك يا أنور؟ بالنسبة لي الخسارة دلوقتي ما تتعوضش أبدا. بالعكس، ما تحاول من تاني، أكيد في سبب الخسارة دي. مش يمكن يا أنور لأنك ما بتطلعش حاجة للناس الغلابة تزكي يعني؟ ليه ما تعملش زي سيد واحمد ومحمد، تعمل مشاريع تخدم بلدنا؟ انا مش ممكن اكون زي واحد من دول، انا حاجه تانية. انا عارفه انك حاجه تانية، لكن ليه ما نحاولش نخدم بلدنا؟ يا جيجي انا لو سافرت هسافر اصفي كل اعمالي في الخارج واجي اعيش هنا بقيت عمري. حبيبتي ما تخافيش، انا ما استغناش عنك ابدا. الو ايوه صفاء، ايه قولي لي الاخبار؟ لندن وباريس؟ كويس قوي. طب هات التريكسات وتعالى، ما فيهاش حاجه نتغدى سوا. برافو عليك يا محميد، ربنا معاك. على فكره سيد الراجل ده مش سهل، انا خايف يضحك على محمد. ما تخافش يا كابتن احمد، احنا موجودين هنا عشان كده، واي حاجه هتحصل هيعرفها. قال ايه؟ حلاوتك حموده، حلاوتك. بس انا خايفه بقى يا محمد. خايفه من ايه يا حبيبتي؟ احنا معزومين على الغدا عند جيجي، هما هياكلونا، وبعدين الجماعه واقفين على الباب بره. ما تخافيش اللي تشوفه بقى. طب ايه رايك ما تجيبي واحده كده قبل الغدا عشان نفسي تتفتح؟ ده انت رايق قوي، واحنا لسه اتغدينا. قصدك نحل يعني؟ ماشي. جيجي ايوه، اعملي حساب اتنين معانا على الغدا النهارده. حاضر يا انور، عن اذنك. اهلا يا صفاء. اهلا وسهلا يا جيجي. اهلا بي. اهلا يا عريس. اهلا يا جيجي. اتفضل. اتفضل يا صفاء. ميرسي. امال الباشا فين ان شاء الله؟ جاي حالا. اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا سعاده البنت. ازيك يا باشا؟ اتفضل. اتفضل. اهلا. اتفضل. انتوا ما بقيتوش غرب. وريني كده صفاء. اتفضل يا سعاده البنت. على فكره يا جيجي كلامك معايا اثر فيا قوي. يا جماعة انتوا ما تعرفوش انا سعيد بمعرفتكم قد ايه. خير يا فندم، التليكس فيه اخبار كويسة ان شاء الله؟ معرفتي بيكم هي اللي كويسة، انا بحب اعرف الشباب المكافح
وجيجي كلمتني عن بعض افكاركم. يعني انا اتبسطت قوي قوي باللي انتوا عاملينه، وانا برغم فرق السن بيني وبينكم احب اشارككم. احكي لي يا محمد، قول لي افكاركم ايه ونفسك في ايه؟ نفسي بلدنا تبقى اعظم بلد في الدنيا. نفسي انا ومراتي نعيش حياه كريمه ما نحتاجش فيها الاكتر من اللي يكفينا، والناس تساعد بعض، يعني اللي معاه يدي المحتاج، ولا ايه يا جيجي؟ صح يا صفاء، صح كلام صفاء مظبوط يا انور. يعني بيت صفاء مثلا. ايوه، ما هي جيجي حكيت على الحكايه دي، بس انا مندهش ازاي هتقدروا تبنوا العماره بمجهود ذاتي، ولا تاخدوا خليوي ولا مقدم، دي مساله صعبه خالص. بالعكس يا باشا، دي مساله سهله خالص. ممكن كل ساكن يبني شقته بنفسه واحنا نكتبها له تمليك. طب وانتوا تبقوا استفدتوا ايه؟ لا يا سعاده البيه، ده احنا استفدنا كتير قوي، على الاقل خالص 20 ساكن ما ترموش في الشارع، وكمان يبقى لنا عماره، وكمان يبقى لنا فيها شقه. برافو يا صفاء، والله فكره جميله جدا. وكمان سيد زميلي في الشغل ورث عماره عن والده، مراته دكتوره، هيفتح الدور الارضي كله دار حضانه لامهات العاملات، وكمان مركز طبي، كل الدكاتره اللي شغالين فيه متطوعين. ما هو لو كل واحد ساعد وساهم بامكانياته مصر هتبقى اعظم دوله في العالم زي ما كانت ايام اجدادنا. برافو عليك يا محمد. انما انت بتاخد مرتب كام من شغلك؟ في الحقيقه باخد 200 جنيه غير البدلات. وبيكفوك؟ الحمد لله. وحضرتك عارف بقى صفاء بتاخد كام؟ ايوه، بس انا لازم اشوف الرسومات بتاع المشروع اللي بيعمله صاحبك ده، يمكن اقدر اساهم فيه. ده يبقى كرم كبير قوي من سعادتك يا باشا. بالعكس يا محمد، انا من زمان نفسي اقابل شباب زيكم قلبهم على البلد. مش قلت لك انك لازم تتعرف عليهم؟ دول مجموعه لازم تتعرف عليهم وعلى افكارهم. هو في الحقيقه حضرتك بتبالغي شويه يا مدام شيش. بالعكس، ده اقل وصف، انتوا فعلا شباب يفرح. خلاص يا محمد، انا عايزك تبقى تعدي عليا عشان نقعد نتكلم مع بعض بعيد عن الستات، احسن الستات لما بيشوفوا رجاله بيتكلموا بيغيروا. ايوه، عموما انا تحت امر سعادتك في اي وقت. خلاص يا صفاء، وعشان تعرفوا ان انا مش اقل وطنيه منكم، انا قررت اني اتبرع بمليون جنيه لسداد ديون مصر. فاضي يا اسطى؟ لا مش فاضي. بطل هزار، بطل هزار. يلا يا اخويا، يلا فيش، يلا اطلع، يلا اركب. السلام عبد الله. ازيك يا بابا؟ الله يسلمك. وعامل ايه؟ الحمد لله. يلا تعالوا نخش احنا جوه. يلا. عاملين ايه يا صفاء؟ الراجل ده عجيب جدا. نفسي اعرف بيفكر في ايه. لازم نعرف بقى، لازم نعرف. ازاي بس يا سيد؟ يا اخي انت مش تقول انه عايز يقابلنا؟ خلاص. وهو اول ما هيقابلنا هيقول لنا؟ لا يا سيدي، لازم يرتاح لنا الاول ويحس بالامان من ناحيتنا. الراجل هيدفع مليون جنيه. ممكن تكون لعبه كبيره عايز يغرينا بيها. معقول يا سيد؟ هيستفيد مننا ايه؟ انا عارف بقى يا اخي، انا عارف. ما جايز المره دي عايز يتوب يا جماعه. انت اللي بتقول كده يا احمد. النوع ده من الناس عامل زي سمك القرش، جعان بياكل، شبعان بياكل. على العموم لما نقابله بكره نشوف هو عايز ايه. القهوه يا صفاء. الو؟ ايوه يا فندم، انا سيد. ايوه انا عايزكم تخلوا بالكم من نفسكم، واي وقت احنا موجودين ساعه اللزوم، وابقى اتصل بيا اول باول. شكرا، مع السلامه. انور يا حبيبي، مش خايف تاخد برد؟ بالعكس، انا حاسس النهارده ان انا اتولدت من جديد، وانت السبب. لاحظت ده عليك النهارده، انك مبسوط قوي من ساعه ما كان صفاء عندنا على الغداء هي ومحمد. يا سلام، طول عمرك لماحه. طول عمرك فهماني. بس دلوقتي بقى انا مش فاهماك يا حبيبتي. انت عارفه انا بحبك قد ايه وبتفائل بيكي قد ايه. انت ورا كل نجاحي ده، عشان كده انا حضرت لك مفاجأة جميلة جدا، عارفة إيه هي؟ لا يا أنور مش عارفة. أنا كتبت لك المكتب والفيلا باسمك. تبقى قررت إنك تسافر. يا سلام،
طول عمرك ذكية، وده من الحاجات اللي بتعجبني فيكي. أنا قلت لما قعدت أنت النهاردة مع محمد وصفاء غيرت رأيك. حبيبتي ما هو أنا هسافر برا، هصفي كل حساباتي، وبعدين أحول كل فلوسي على مصر، وأعمل مشروع استثماري كبير أفيد بيه بلدي وولاد بلدي. لو كان ده حقيقي يا أنور، ليه كتبت لي المكتب والفيلا باسمي؟ حياة قلبي، افرضي ان انا لا قدر الله حصل لي حادثه ولا مت وانا بره، لا بس اسيبك انت واخواتك كده هو من غير اي حاجه تعيشك عيشه محترمه. يعني هتسافر امتى؟ قريب قوي، بس الاول انا عامل مفاجاه هايله للشبان العظام دول عشان يفتكروني بالخير وانا بره، ولما ارجع مصر الاقي ناس حلوين يحبوني ويسالوا عليا. انت عارفه يا جيجي انا طبعي الوفاء. معلش انا احس ما الدنيا كده، انا يعني بقول انك تصبري عليها شويه، انا التجاره معايا شويه اليومين دول والفلوس خلصت، وان شاء الله مبلغ كويس قوي هيجيني بعد 6 اشهر. اخس عليك ما تقولش كده يا عرفه، هو في بينا وبين بعض حساب؟ بص بقى يا حبيبي، لما يجي لك فلوس وبعد 6 اشهر تبقى تيجي تاخدني عند ماما. عن اذنك. نواحس نواحس، انا اللي غلطان، جوزت بنت قد ولادي. شيجي رجعنا للشوق والحب، رجعنا لبعض من تاني. كانت ايام يا احمد، ما انت عارف الجاري حطتني في سجن. اتغربت وصورتك في عينيا، وقربت وسلامك في ايديا. جيجي اوعى في يوم تلاقيني وفجأة تسيبيني، ما بقاش في قلبي يوم واحد انتظار. توعديني؟ وعدك ومش ممكن انساه ابدا يا حبيبي. خلاص يا حبيبتي، ننسى اللي كان ونشبع ونعوض ايامنا حب وترحال، وبيكي انتي عمري ما هبقى رحال. رحال 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 حب زادي وزوادي الحنين، ومسافر في الليالي ومبحر في السنين. وراجع يا حبيبتي راجع، راجع يا حبيبتي راجع لعنيك الطيبين، لعنيك. قلبي علامة رحال رحال رحال
عيونك أباني عزب كم والنسان وارجع لك يا حبيبتي تبقى عيونك أغاني عزب كم والنسان ارجع لك يا حبيبتي لعنيك الطيبي لعنيك الطيبي مشاريع هايلة جدا وأنا بحييكم عليها. أنا كمان كنت اتكلمت مع جيجي في فكرة في دماغي كده أحب أخد رأيكم فيها بما إننا بقينا أصحاب. مش إحنا بقينا أصحاب ولا إيه؟ طبعا يا باشا ده عيش وملح برضه. أنا نويت أصفي كل أعمالي في الخارج وأحول ثروتي لمصر وأعمل مشروع استثماري كبير أحط فيه كل رأس مالي. فكرة هايلة أوي يا أنور بيه. ايوه يا باشا بس ده محتاج ترتيب كبير يعني. كل الترتيبات معموله والحمد لله بس انا هغيب في السفريه دي ما بين اسبوع وعشر ايام. هو في مشكله في سفر ساعات؟ لا 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 مفيش مشاكل ابدا ابدا. انا بس يعني ازاي هسيب جيجي لوحدها المده دي كلها؟ لا يا باشا متهيألي مشروع زي ده لازم محتاج شويه تضحيات يعني. انا مستعد اضحي بس هسيب جيجي لوحدها والمركب ما فيش حد؟ من الناحية دي اطمن خالص يا باشا. ممكن صفاء تبقى مع جيجي هنا في المكتب لحد ما سعادتك تيجي بالسلامة. هو ده العشم برضه. وأنا عايز أقول لكم على حاجة كمان. أنا عامل ترتيب إني أسيب لصفاء حساب مفتوح. أي واحد منكم يحتاج فلوس ياخد المبلغ اللي هو عاوزه ولما أرجع نبقى نتحاسب إن شاء الله. لأنكم فتحتوا عينيا على حاجات كتير ما كنتش شايفها. إحنا متشكرين قوي يا جوهري بيه. الحقيقة ده شعور طيب قوي يعني. احنا مش عايزين الحكاية تبقى مجرد شعور، احنا عايزين يبقى عمل عشان اثبت لكم مش اقل منكم في حب مصر. الحقوني الحقوني. ايه في ايه يا حمود؟ مكالمة التليفون اللي جات له. ايه مالها؟ فيها ايه اللي حصل؟ واحد اتصل بيه وقال له الولاد اللي في النيابة قرروا يعترفوا ولازم تسيب مصر فورا، محجوز لك تذكرة بعد ساعة ولازم تكون في المطار. كان متوقعها قبل ما تحصل. أنا قلت لكم الراجل ده مش سهل. والعمل يعني هنسيبه يهرب؟ نسيب مين؟ ده احنا هنطلع عينه. يلا بينا. يلا. كم الو. اهلا يا محمد ازيك؟ ها طمني. حجزت التذاكر بكره الصبح؟ متشكر قوي قوي قوي. هتجيبهم لي امتى؟ طيب انا شاكر قوي قوي. مش معقول يا محمد اللي بتعملوه ده. انا سعيد جدا بس الحقيقه انتوا اثبتوا انكم شباب عظيم جدا. متشكر قوي قوي. مع الف سلامه يا محمد. مع السلامه. ده محمد جوز صفاء. هيقولي هو واحمد وهيفوتوا عليا ووصلوني المطار. وهتتاخر؟ ما احنا اتفقنا بقى خلاص. بقول لك ايه؟ انا هجيب لك فنجان شاي انما هيظبط دماغك. تمام. استنى استنى.
انت؟ الحمد لله. معلش انا متاسف قوي قوي، كان لازم اسيب البلد بهدوء من غير ما حد يمنعني، حتى انت. انا عارف انك هتزعلي قوي قوي لما تصحي، لكن معلش مفيش وقت اشرح لك دلوقتي. باي باي يا حبيبتي. اهلا يا شباب، مفاجأة هايلة. انا ما اقدرش انكر ذكائكم، انما انتوا كمان لازم تعترفوا بذكائي، مش كده ولا ايه؟ اللعبة انتهت يا باشا. ما بلاش تسرع، اصلي ما حبوش. ده انتوا قدامكم فرصة العمر. فرصة العمر اننا نسلمك للعدالة يا باشا. ناصح يا واد، تسلمني للعدالة واسلمك جيجي، مش كده؟ مش ده موضوعنا يا باشا. استنى يا حمودة، فرصة ايه يا باشا اللي انت عايز تديها لي؟ هايل يا محمد، انت عملي واضح، عشان كده انا هكون واضح معاك. انا مسافر دلوقتي فعلا، وممكن لو اتفقنا ادي لكل واحد منكم 1,000,000 جنيه، ومحدش يبقى شافني ابدا. قلتوا ايه؟